بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن ضحايا الانتماءات للجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية وغير الإسلامية، وصلنا إلى بعض الدقائق والتفاصيل حول ما سميت بعملية الرمانة، وأعطينا فيها بعض التفاصيل والأسماء. أيضا لعلي لم أذكر، الله أعلم، أن بيت القروي أسف القريوي هدم نهائيا، يعني هدم حطم مسكين، وخالد الزنتاني. طبعا ممارسة هدم البيوت هذه ممارسة إسرائيلية لم نسمعها إلا عند إسرائيل، ولم تستعملها إلا ضد الفلسطينيين، ضد أعدائها. وكأن الجيوش العربية من الدفع المسبق للأنظمة العربية، الدفع المسبق أنك تقاتل الإسلاميين، دمرنا حرقنا الإسلاميين حولهم لنا، فهذا جزء من بقائك في السلطة. يبدو لي هكذا، لأن الجيوش العربية ما تدير في شيء فتفشخ في المسلمين، والعرب تقول هذا إرهابي، هذا تبع جماعة كذا، هذا ما يبوش الانتماء الإسلامي. حرة أوروبا فيما تراه من وسائل لقمع الإرهاب، ما تسميه بالإرهاب، لكننا نحن أيضا أحرار، عندنا وسائلنا التي تختلف، يعني ربما عندنا وسائل تختلف. نستوعبوهم أبنائنا هذوم، نستوعبوهم هذوم وقفوا ضد الطاغوت وحاربوا الروس الملحدين ضد المسلمين، لعلنا نقدر نحن نتفاهم نصل إلى حل وسط معهم. يعني إذا بيت الجريو رحمه الله هدم حتى هو، ربما ما ذكرتهاش كما ذكرت. الآن سأسرد قائمة بشهداء المقاتلة، لعل يكون اسم أو اثنين من حركة الشهداء، ولا بأس في هذا، في النهاية هم شهداء الوطن. يعني قائمة شهداء الجماعة: صالح عبد السيد المغربي، صلاح فتحي بن سليمان، سعد رمضان الفرجاني، عبد الحكيم مسعود العماري، أبو عجيلة الرايس، محمد الغدامسي، عز الدين محمود بالخير، يوسف البخاري، سامي أحمد مصباح أرو الفلي، موسى زميلة، طلال أحمد خميرة، موسى عمر، فوزي جبر الحاسي، آدم عيسى الجازوي، محمد محمود الزوي، إدريس اللواطي، إبراهيم المملوك، شعبان ميلاد عبد السيد الغرياني، رجب عرفة الهدار، معمر مصطفى لنقا، عبد الماجد تيتا، محمد عبد الحميد بليبلو، محمد الكرغلي، علي القطعاني، خالد إبراهيم الزنتاني، العجيري السويسي. خالد الزنتاني كنا نتحدث عنه، اللي كان عند البيت اللي في تجوره، العجيري سويسي، سعد رجيعه، حمزه بوشرتيله. حمزه بوشرتيله كان في الخارج صحيح، لكنه هو اللي نظم حركه الشهداء، بس وجدت قائمته في شهداء المقاتله. كيف اصبح شهداء؟ المواجهات، مواجهات مع النظام، بعضهم استشهد لما كان يقاتل في الروس في افغانستان. وليد السويسي، انور الجامعي، محمد عبد الله الجريو عملية الرمانة، عبد الرزاق مصباح، أحمد عبد الحفيظ العرفي، صبري صالح شلوى، فوزي مفتاح البكوري، عبد الله عبد الحسيب بقطيفة، الدكالي محمد البلنسي، كمال عشور زقلام، صالح الشهيبي، عز الدين الترهوني، صلاح الطويل، فتحي رحوم المدهوني آسف، حسين أبو عجيلة الكار، منصور تامر، حسين أبو دراع، إبراهيم الخمسي، إبراهيم أبو زهير، كمال مطاط أو مطاط، فتحي، وبعدين أبو العرباض، ونيس الأسم الأول فقط أبو أنس، ثم هناك كنية أبو بريدة، محمد الغرياني، إبراهيم عمار هاشم رقيعي، ناصر النايلي، عبد الناصر الغدامسي، إبراهيم رجيعة، إبراهيم منيح رجيعة، أبو بكر علي فاخر محمد الفاخري، أبو بكر ميلاد الساحلي، أحمد خليفة فرج العقوري، أحمد علي عبد الله زليتني، أحمد ناجي عبد الله شعيب، إدريس سالم عبد الله، بدر عمر سعيد الشاعري، جمال علي محمد المصراتي، جمعة مبارك المغربي، حاتم محمد بوسنينة، حافظ إبراهيم القرقوري، حافظ عبد الكريم الزوي، حامد عبد الله المنفي، حمد عبد المجيد محمد أبو عيشة، خالد إبراهيم علي الزنتاني، خالد المبروك علي الزنتاني، خالد محمد مادي السلاك، خيري زكي محمد قرابيل، ربيع إبراهيم شعبان عبد الله، رواد محمد عبد الواحد، الزروق عوض الزروق، سالم عبد الكريم علي. ثلاثة الآخرين هذه وبعض المجموعة من مجموعة أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله، لكنها كلها
تبع التيار الجهادي. سالم فرج الشاعري، سالم فرج مجمولة، سالم الشراني المدهم، سامي محمد المدهوني، سعد مفتاح حمد العمامي، سعيد غيث الجازوي، سعيد محمد ماضي، سليمان مسعود المنفي. هؤلاء شهداء حركة أو الجماعة المقاتلة. صالح محفوظ الفاخري، الصالحين محمد فرج درباك، طارق مفتاح عبد الكريم الجامعي، طاهر مفتاح سعد هاشم، عادل عياد المعداني، عادل غيث الورفلي، عبد الباسط المبروك عبد السلام، عبد الحفيظ عطية الزايدي، عبد الحكيم محمد جويلي، عبد الحميد علي إسماعيل، عبد الحميد محمد أبو الليل، عبد الرحمن محمد الربيعي، عبد الرازق حسن المزيني، عبد الرازق علي خليفة الترهوني، عبد السلام علي زليتني، عبد السلام محمد فريوان، عبد العزيز مسعود الدرسي، عبد الفتاح مراجع النعاس، عبد القوي عبد الله الحوتي، عبد المنصف عوض قندرة أو مندرة، عبد المنصف محمد الغنودي، عبد الناصر عبد الحميد جبريل، عثمان عياد العرفي، العجيلي الأمير السويسي، علاء عبد الرازق الجدايمي، علي محمد الأرباع الأروح، علي مصطفى المصراتي، عمر جيب الله الورفلي، عمر عطية الورفلي، عمر فرج الصعيطي، عمر ميلاد الساحلي، فتحي أحمد بليبلو، فتحي سليمان السريتي، فتحي محمد القطعاني، فتحي مفتاح الجباري، فرج رزق الله العماري، فرج علي الشيخي، كمال محمد الضراط، محرم صالح المكاوي، محمد إبراهيم الفقي، محمد أبو بكر السني، محمد شتيوي الفرجاني، محمد الزروق المسلاتي، محمد علي زكري، محمد علي عمران الفيتوري، محمد عياد التونسي، محمد عياد التومي أو التونسي، محمد محمود المرغني، مصطفى إبراهيم الترهوني، منصف الطاهر المنصوري، منصور إبراهيم الكيلاني، منير عيسى العرفي، الناجي عبد الله صالح الشاعري، يوسف حسين العوج. هؤلاء شهداء حركة المقاتلة. بالتأكيد هناك أسماء كانوا في مجموعات جهادية أخرى، أسماء اثنين وثلاثة أيضا، نطق ربما أسمين وثلاثة كان نطقي غير صحيح، نعود إليهن إن شاء الله تأكد منهن. أيضا هناك أسماء واسمين تكررت، خالد تقريبا الزنتاني كررتها أكثر من مرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يحشرهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء إن شاء الله، ويجزيهم عن الوطن كل خير. الآن حركة الشهداء، حركة الشهداء مرة أخرى تختلف عن حركة المقاتلة، في أن حركة المقاتلة أكثر تنظيم ولها هياكلها وتنظيمها وخططها وامتداداتها تختلف. حركة الشهداء حركة محلية، حتى المقاتلة فكريا محليا شارك كثير من أعضاء المقاتلة في القتال مع الروس وعادوا إلى الوطن وشكلوا المقاتلة، وأيضا لم يوافقوا على أساليب القاعدة، فكان بينهم صدام وتبرأوا من القاعدة وانفصلوا عنها، وأيضا من ممارسات جماعة مقاتلة في الجزائر، فتحولت إلى حركة داخلية لكنها أكثر تنظيما. حركة الشهداء مجموعة تحمل هذا الفكر، تحمل هذا الفكر أن لابد من الجهاد. بعض الناس يتحسس من كلمة جهاد، حولها يا سيدي ديرها قتال، يعني الأمريكان والإنجليز يسموه فريدم فايتر، مقاتل من أجل الحرية، وحدين مقاتلين، وحدين يسميهم سمي ما شئت، نواياهم حمل السلاح ضد نظام ظالم قاتل صخر من الكتاب والسنة والرسول وقتل الناس وصال على الأرض والمال والكذا. هذه المجموعة كانت مرة أخرى تدرك أنها ليست في مستوى إسقاط النظام، لكنها تريد أن تزحزح المجتمع، تحرك تلحلح شوية، لأن القذافي طول شوية، يعني قمع 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 ويزداد قمعا يوميا، يزداد السيطر. الله سبحانه وتعالى سخر له السيطرة على ليبيا بدري القذافي، لكنه القمع مستمر مع أنه مسيطر وماشي حاله، يعني مش حد يقدر عليه. يقتل، بدأ يقتل في المدنيين في الشيوخ في الكذا، تو مثلا راجل بدباباتك وطياراتك وناس داروا عليك انقلاب بدباباتهم ومتغلغلين في أجهزتك الأمنية وفي أجهزتك الدفاعية وعندهم دبابات وطيارات يدعوا عليك انقلاب ما طيحوكش، تمشي تقتل مدني ينظر وين في بريطانيا، ولا مدني في اليونان تذبح طالب، ولا تقتل مذيع في بريطانيا، ولا تقتل شيخ في مساجد ليبيا، يعني الهبال، ولا الشباب كعبار ونظر منه ليش، يعني طغيان مع ان ربي سيطر له، اعطاه السيطره خلاص.
لكن الخوف والجبن والتغول في الدماء. فهذه الشباب قالوا لازم نظهر عليه، من أراد أن يسميه جهاد قتال على كيفك، سميهم اللي تبي تسميهم. دعونا الآن على عجالة نسرد شهداء حركة الشهداء، وهم أحمد جابر رشيد المجبري، مرة أخرى لم تكن بقوة وامتداد وتنظيم الجماعة المقاتلة، في حمزة أبو شرتيلة. حمزة أبو شرتيلة يعني شاب هادي رايق، إنسان طيب جدا جدا، لكنه شرس وأسد في القتال. جاهم وفي أيضا في التنظيم في الفكر، نظم هذه المجموعة، نظم هذه المجموعة لمهم. كان مثلا الحامي رحمه الله كان عنده 5 6 مش عارف مهشش مع 7 8 وحدين، يعني نفس الفكرة، جمعهم كلهم في حركة شهداء ونظمهم أكثر ودار خطط وما إليه. حمزة أبو شرتيلة يغنوا به زمان في الأعراس في مدينة بنغازي، لما كان التصادم بين النظام والحركة الشهداء، كانوا في كل خميس في الأعراس يغنوا بالحامي وحمزة أبو شرتيلة في جميع الأعراس فرحا وابتهاجا ونكاية بالنظام، ونكاية بالنظام، لأن الناس وقفوا ضد طاغوت قهر الناس حقيقة يعني. فشفوا هؤلاء الشباب، شفوا غيظ مؤمنين يعني كثيرين جدا. أحمد جابر رشيد المجبري شهداء حركة الشهداء، أحمد جابر رشيد المجبري، أحمد عبد السلام بطانة، إدريس مرتاح المنفي، محمد علي محمد الطيرة، مراجع يوسف أحمد عبد رب العوامي، أيمن صالح حسين البكوش، جمعة عمار علي مسعود الخويلدي، حسين محمد درباش المجبري، حمزة الناجي علي أبو شرتيلة، هذا حمزة أبو شرتيلة اللي نظم الشباب، خالد حسين يوسف المهدوي، خالد سعيد حمد الدرسي، خالد عبد الرزاق الزايدي، خالد محمد الحداد، الرفاعي عوض الورفلي، سالم ياسين الطاهر الماني. سالم الماني تقريبا من أحد أفراد 1984 الذين استشهدوا في عملية 1984 بتاع الشهيد حواص، لكنه اسمه وجد هنا في هذه القائمة. القائمة هذه من ما يسمى بمكافحة الزندقة، وهم أكبر زنادقة، لأن أحد تعريف الزنادقة من العلماء الذي ينكر السنة النبوية الشريفة، وهؤلاء جميعا لم ينكروها يعني. سراج الدين علي البشتي، الصالحين محمد الفطماني، صلاح الدين محمد الصعيطي، طارق حمد بهديمة، طارق مصطفى القماطي، ظافر عبد السلام البكوش، عبد الحفيظ موسى أحمد العوامي، عبد الكريم محمد الرملي، عبد المنعم فتحي المغربي، عبد الوهاب سليمان العبيدي، عصام محمد الشنة، علي السنوسي بمدين، علي سعد السباعي، علي عبد السلام الصنعاني، علي فرج العمامي، علي محمد العرفي، علي مصطفى مرادة، علي مصطفى وادة، عماد معتوق الفايدي، عيسى علي الحداد، محمد عبد السلام الحامي، هذا الرجل الذي دوخ النظام والذي كما ذكرنا في حلقات سابقة، لدرجة أن حسني مبارك قال للقذافي ماذا يعني الواد السخن عمل فيك إيه الحامي، مفتاح خليفة السلماني، ميلاد محمد إجحاوي، ميلود سعد البرغثي، ناصر محمد الدرسي، وهبي عبد السلام حسن البكوش، يوسف عبد الحفيظ بن زبلح، يوسف فرج جابر الأوجلي، عادل بوعجيلة العقوري، أبو طلحة ملقب أبو طلحة، ولد في 1973، مرة أخرى المواليد يعني اللي ولد في 73 هذا الشيء في 66 يعتبر شيباني بالنسبة للجماعات هذه، قتل أمام بوابة جدابية بوعجيلة العقوري ولا لا في 25 مارس 1996، قتل وهو صايم. عمر عبد السلام الحامي أخو محمد الحامي قتل في معركة بوعطني بتاريخ 23/9/1995، خليفة المهشش اللي هو أحد المؤسسين ولد في 66 قتل في معركة بوعطني في 25 سبتمبر 1995، مصطفى علي الفيتوري من المؤسسين والناس أسود شراسة في القتال كما يروى عنه، قتل في معركة بوعطني في 23 سبتمبر 1995، محمد الحمروش قتل في معركة بوعطني أيضا في 23 سبتمبر، خالد الطاهر التونسي قتل في معركة بوعطني، تكرر اسم خالد أكثر من مرة. منصور البرعصي تم إلقاء القبض عليه في 96 على الحدود الليبية السودانية، ظن أنه استشهد وهو الآن في تلك الفترة لما صدر الكتاب كان داخل سجن أبو سليم. هيثم إبراهيم الفرجاني،
أبو العزائم عبد السلام علي زليتني، أحمد علي زليتني، عماد بوعجيل العقوري، عبد الله مصطفى الكرامي، علي عبد السلام الغرياني، عمر عبد الوهاب جناح، وعنتر عبد الوهاب بوجناح، وعلي عبد الوهاب بوجناح، ثلاث إخوة كرام استشهدوا: فتحي محمد الفيتوري، وهبي سليمان العبيدي، وهبي سليمان العبيدي، خالد البكشيشي الذي حدث الحادثة التي بدأت تتسرب. يشير إلي المخرج الكريم بأن وقت الحلقة قد انتهت. سنعاود إن شاء الله سرد القائمة بشيء من بعض التفصيل عن حركة الشهداء. نتحدث بعد عن ملف النساء والأخوات اللي سجنن، ثم ملف التسليم، بعد ذلك حوصلة لضحايا الانتماءات للجماعات الإسلامية وغير الإسلامية، ما هي العبر والدروس التي يستفيد منها الفرد والأسرة والمجتمع والدولة الجديدة في ليبيا. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع يختلف وقضية أخرى من الضحايا. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.